عمليتي فريز طلع السمك للمستهلك، الطعم اللي فوق ده كله فرزت سمك، اللي احنا نوصل السمكه للمستهلك حسب العدد اللي هو عايزه، بحيث ما توصلوش السمكه على بعضها كبير في صغير فيحتار، ولو عايز كيلو خمس سمكات يلاقيه، عايز كيلو ست سمكات يلاقيه، عايز كيلو سبع سمكات يلاقيه، عايز كيلو سمك تاني يلاقيه، فبنوصل للمستهلك بالطريقه دي، بس شغلتنا فرز ده. بالنسبه للسمك فيه البوري الحجم ده، وفيه الرقم اثنين الحجم ده بيدي عدد اكتر في السمك، وفيه الرقم واحد اللي هو الحجم ده، وفيه السوبر اللي هو الحجم ده، بنطلعه درجات في الطباره. فمش هينفع السمك ده كله يروح له على بعض، لازم يتفرز كل حاجه بحيث توصل للمستهلك مظبوطه اللي هو يعرف يشتريها. يعني مش هينفع نحط الطباره الحجم ده على البوري الحجم ده، دي شوي جميل دي ممكن تروح للسيف، دي شوي جميل ممكن ده يتعمل صياديه، على حسب المستهلك اللي عايز سمكه يفوت يلاقيها. فاحنا شغلتنا ان احنا نفرز السمكه دي شطر يعني.